بقاو لنا واحد ثلاثه الفيديوهات هذه كما كتشوف داخله في اطار اخطاء تحكيميه. الحكم كيتعامل بواحد الظرافات بزاف مع اللاعبين ديال بركان رغم انهم كيحتجوا يعني ما كيضيعوش فرصه باش يحتجوا وكيغوتوا وكيبداو يبربلوا ومع ذلك ما كيعطي انذارات هذاك احتجاج لا والو. احداد احتج مره واحده عطاه الانذار كلشي عاقل عليها على الكره ديال الفار ديال اللي باغي سميتو اللي ما بغاش يعطينا البيت وبغى يمشي للفار. هذيك بوحده قال لي سير شوف الفار انذار هاك شوف هو شحال كزرو في اللعاب هذا الناجر ما كيهضرش معاهم نهائيا. طيب شكون هذا هادي تاع قبيله باردون غير جات في الكلاسمون جات شويه معطله. هذا شفناه قبيله هنا او غرو بلون راه كتشوفوا اللقطه كيفاش عزيز كيشلط هذاك اللاعب اللي هو بالجديده شلطو من تحت شلطو ومشات راه هذيك ما فيهاش كورنر فيها باسي بعدا لان ديك الشلطه اللي شلطو الدري طاح على الكره ومشات ليه. دونك هنا كتبان لك شو الخطا في كيرو في لا سيرفاس وماشي اول مره كتوقع لينا غير كتكون عندنا شي خطا اللي قريب من المربع تيخافوا انهم يجيو يقلبوا يلقاوها بيلانتي. حيت الحكام ما عندهم لا لياقه لا والو راه ما كيشوفش حتى كي سميتو عاد كيجي يقرب العمليه عاد كيتحقق منها. دونك هنا خطا واضح ما عطاش لنا الحكم دائما في اطار الاخطاء التحكيميه. هنايا هادي اللي غندوي عليها كذلك حتى هي في النقطه الثالثه ولكن نجبدو هذا ماشي مشكل. هذه فرصه كانت عندنا كتشوفوا احداد ابوش غادي سونطري الكابونغو في بوينت بينالتي سي احداد سونطرا بلا ما هز راسو وانا شفتو في هذه اللقطه وشفتو مزيان ما هزش راسو كون هز راسو غادي يدوزها بشويه بينات هذوك الجوج في الانترفال غادي غير كروشي ويدوزها باليمنى ها كابونغو بوحدو هو كما جا ضربها صدقات صدق كابونغو مديماركي مديماري والكره جاتو من ولا ظهرو دونك ضاعت الفرصه راه يمكن مازال غتبان لينا في شي لقطه اخرى. لا ماشي هادي من الفرص اللي نورمالمون كيخصها اللي هي ضاعت لينا اللي نورمالمون فرص. شوف صاحبو حداه احداد السيزريده كيقلب باش يقلب ايكاتي على اليمين وتيري وتيراها ضعيفه مشات عند الحارس يعني ما حركاتوش الوغ كو صاحبك عطيها لي شي هذاك حداد تعطيها لي راه ماشي شدي ضربه تما. لا حداد عنده هاد الميزه حداد غادي يدير لا كونترول اورينتي وغطيح قدام وغادي ينزل عليها كيما بغا. فكنتمنى اللاعبين مابقاوش يضيعوا هاد الفرص لان هاد الفرص راه هما اللي كيعصبونا حنا كجمهور وكنبقاو الماتش كامل وحنا مخلوعين غادي يتعادلوا معانا غادي يماركيو علينا عندنا فرص باش نحسمو لاعبين واحد زيرو راه حنا راه الطابلو كتبان نعطيه ونماركيو الثاني ونلعبو مرتاحين حسن ونجيريو لافونتاج على خاطرنا. هادو حوايج اللي هما ديال التغطيه الدفاعيه وهذه ولكن المشكل غادي نرجع باش نفتح المجال الاخوان اللي بغى يناقش على